اكبر حزبين في الاجماع الوطني، اكبر حزبين، وبعدين يعني يا رئيس حزب البعث يا رئيس حزب الشيوعي. انا من معتقل قال لي دكتور الجذري احنا هسه مش في الثوره دي، ومش احنا معتقلين هاي هسه دي الان الثوره دي تفوز وتقوم انتخابات، يفوز الحزب الامه والاتحاد الديمقراطي والاسلاميين. جميل جدا. بالنص قال لي الكلام ده. اذا هو ذاته عارف، هم عارفين الكلام ده، هم عارفين انه حجمهم كم في المجتمع. والله العظيم يشهد الله عز وجل ده رئيس احد اكبر حزبين في الاجماع الوطني. قال لي لا لو قامت انتخابات حرة، عشان كده هم ليش عايز يأخروا انتخابات ويطولوا الفترة الانتقالية ويعملوا تمكين، يعملوا في المسافة دي تمكين، وليه عايز يعملوا الكلام ده؟ جميل جدا. عايز يعملوا الكلام ده لأنه فرصهم في أنهم يفوزوا ضعيفة جدا. يعني أنا شاكر لك كثير دكتور محمد علي الجزور. يمكن لازم نعملوا الانتخابات مبكرة. الآن أنتوا مش كنتوا الشارع ده كله معاكم؟ اعملوا انتخابات مبكره، وده تكونوا اذكياء. الشارع انتوا لسه محتفظين بيعملوا انتخابات احسن ما تقعدوا ما تقدروا تعملوا بنزين، ما تقدروا توفروا وقود، ما تقدروا كده. الشعب يكرهكم، هذا شعبي ملول. لما انتوا بعدين في انتخابات تفشلوا، انتوا اذا صحيح شعبي ده حقكم احسن تعملوا الانتخابات بكره. الان انتوا كده قال لك الجديد شديد، الان الناس كده يعني انتوا مش قلتوا الناس منبهرين بكم وحابينكم، الان اعملوا الانتخابات بكره عشان تفوزوا. أنا شاكر لك كثير. الانتقالية هذه لديها الحق في المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات؟ بالقطع. يعني هي حكومة الأصل مكلفة، جاءت في فترة انتقالية، الأصل إنها كلفت بمهام الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية تخاطب قضايا البلاد التي خرج من أجلها الناس، وهي على رأسها القضية الاقتصادية بالدرجة الأولى، وقضايا التهميش والحرب الدائرة في أطراف البلاد. هذه هي القضايا التي شغلت الناس والتي من أجلها يعني خرج الثوار من أجل إسقاط النظام السابق، لأنه يعني فشل في تقديم أي حلول للأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتي ما زالت مستمرة، صفوف الوقود، البنزين، الخبز غيرها، وقفزت عليها هذه الحكومة وناقشت قضايا يبدو أنها هي ليست مطلوبات أهل البلاد وإنما هي مطلوبات القوى الخارجية. ولذلك يعني تم الانتقال بشكل كامل من مطلوبات الثوار إلى مطلوبات الخارج اللي بتناقش قضايا ما كانت هي مناقشة. يعني ما خرج الثوار من أجل أن يعني يناقشوا قضايا المرأة وحريات وسيداء وغيرها، هذه ما خرج الناس من أجلها ولا كانت هي من ضمن المطلوبات التي يتكلم عنها الناس. فكون تقفز هي الآن تصبح هي يعني أجندة ما يسمى بالبرنامج الإسعافي وتصبح هي على سلم الأولويات بالنسبة للنظام، هذه هي النقطة. هذه الحكومة تقدم المطلوبات الخارجية على مطلوبات الداخل ومطلوبات الثوار، هذا هو الذي يظهر الآن لنا. إذن كيف لهذه الحكومة الانتقالية أن تحقق مطالب الثوار أولا؟ أن أي كلام عن توقيع اتفاقية سيداو، أي كلام عن إلغاء قانون النظام العام، أي كلام ما أعرف على إلغاء قانون الأحوال الشخصية، أي كلام زي ده كلام ظل مسطح، مسطح بمعنى الكلمة دي، ما فاهم يعني شنو مرحلة انتقالية يعني، وما قرا الوثيقه الوثيقه الدستوريه دي، وما قراها ولا فاهم فيها اي حاجه يعني. لان الوثيقه الدستوريه دي في الفصل الثاني، الفصل الثاني للوثيقه الدستوريه مكتوب مهام، مكتوب الفتره الانتقاليه. الفصل الثاني في الوثيقه الدستوريه فيه مادتين، الماده 7 فيها فقرتين والماده 8 فيها 16 فقره، بتتكلم عن يعني شنو مرحله انتقاليه. هل الزول داري يقول انا داري اغير قانون الحوالة الشخصية وده غير قانون النظام العام وده ورقة على اتفاقية السيداو؟ هل قرأ الوثيقة دي؟ الوثيقة دي اتكلمت بطريقة واضحة جدا في المادة 8 الفقرة 11، قالت سن التشريعات ذات الصلة بمهام المرحلة الانتقالية. ايش علاقة مرحلة الانتقال، الانتقال من نظام لنظام عشان نقدر نسلم البلد دي من نظام لنظام مدني ديمقراطي بطريقة سلسة وسلمة عشان نعمل عملية الانتقال دي في أمور حق نعملها، دي علاقة شنو للذكر مثل حظ الأنثيين عشان نعمل الانتقال ده علاقة شنو؟ ما هي علاقة قانون الأحوال الشخصية ولا سيداو بموضوع الانتقال؟ دي ما عنده علاقة بالانتقال. هذه الحكومة ما عندها أي قانون تسنه أو تعديلات تجريها في أي قانون، هذا القانون ما عنده علاقة بمرحلة الانتقال، يعتبر هذا القانون باطل دستوريا وهذا التعديل باطل دستوريا بموجب المادة 2 الفقرة 11 من الوثيقة الدستورية. يعني شنو مرحلة الانتقال؟ طيب أي مرحلة انتقالية في العالم فيها عندها 5 مهام بس،
خمسة ما نزلنا فاهمين تاريخ سوداني. نحن قبل كده أول مرة ندخل مرحلة انتقالية، ما دخلنا مرحلة انتقالية بعد عبود، ودخلنا مرحلة انتقالية بعد نميري، وعزاين دخلنا مرحلة انتقالية، في جنوب أفريقيا دخلوا مرحلة انتقالية، في معروف يعني مرحلة انتقالية يعني شنو؟ خمسة مهام مرحلة انتقالية. أول مهام، أول مهمة إحلال السلام، لأنه بالتأكيد كان في حالة بتاع التشاكس وكده، تحقيق السلام دي أول مهمة. ثاني مهمة إتاحة الحريات السياسية والإعلامية التي تتيح للقوى السياسية العاملة إعادة بناء قواعدها وهياكلها عشان تتجهز للانتخابات. ثالث مهمة العدالة الانتقالية، إذا في ناس ارتكبوا جرائم في المرحلة اللي فاتت دي تتعب اسمها العدالة الانتقالية، ما اسمها الانتقامية، العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية ذاتها في التاريخ الإنساني ده عندها أبواب ومدارس، منها المصالحة ومنها التسوية التاريخية ومنها الاعتراف عندها كم باب يعني، ومنها المعاقبة، العدالة الانتقالية. أربعة تصريف ممكن الأربع سنوات دي نوقف الأكل والشراب وكذا، لابد تصريف الأعمال لتوفير الخدمات للناس. خمسة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. انتوا تاني ما عندكم اي شغله. جميل جدا. عندكم تعملوا سلام، تعملوا سلام، عداله انتقاليه، اتاحه الحريات للنشاط العمل السياسي وكده، واربعه اجراء الانتخابات وتصريف الاعمال. دي دي مهام المرحله الانتقاليه. اي تشريعات ذات صله بالخمسه حاجات دي تعمل في اطار منصه قوميه، في اطار منصه قوميه. لذلك الى الان نحن نقول هذه مفاوضات السلام الآن، اسمعوا مني الكلام ده، ودار الكلام ده يسمعوا الرأي العام السوداني. هذه المفاوضات التي تتم في جوبا الآن هي مفاوضات بين قحط المدنية وقحط العام. ما ينبغي أنه يعني أن تدخل في إطار من مساحات يمكن أن تؤدي إلى تشظي في الساحة السياسية، ويمكن أن تؤدي إلى مواقف ومواقف مضادة. يعني الآن اللائي ذهبنا إلى وزير العدل وقابلهن في حدود 15 امرأة تتكلم عن سيداو، في حين أنه ذهبنا أكثر من 1000 امرأة رفض وزير العدل مقابلتهن وهن ضد سيداو. فلذلك هذا الانقسام الاجتماعي الحاد ما ينبغي لحكومة عاقلة وحكيمة وخبيرة أن تلج فيه. للأسف الآن الحكومة تعيش في كثير جدا من التخبطات، وفي نفس الوقت تتجاوز الأولويات الحادة المتعلقة بهموم المواطن. ما زال صفوف الخبز موجودة، وما زالت صفوف البنزين والغاز موجودة، وما زالت مشاكل الغاز موجودة، وما زالت قضية القلاء اليومي تتصاعد، وما زالت المعاناة موجودة وشاخصة. هذه المعاناة وهذه التخبطات وهذا الاحتقان، يعني يمكن نتوقع انقلاب عسكري آخر؟ والله يصعب جدا أن يتم انقلاب عسكري على انقلاب عسكري. أنا أفتكر الحكم على الشيء فرع مع تصوره. الذي يحكم البلاد الآن انقلاب عسكري، ليس هو حكومة مدنية، هذا مجرد يعني بيع للوهم وتوزيع للوهم للرأي العام. يعني يعني الآن هذه الاتفاقية حتى لو افترضنا جدلا أن السودان وقع على سيداو الذي يصادق عليه هو مجلس السيادة، ومجلس السيادة يوقع نيابة عنه الفريق البرهان. إذا رفض الفريق البرهان التوقيع على سيداو فسيكون حبرا على يعني لا تساوي الحرك في معركة في غير معترك. يعني يعني الآن السودان في يهود، الآن في السودان بقول لوزير الشؤون الدينية الآن في يهود سودانيين وقاعدين. يعني أنا ما أعرف هو عايز يعالج جاته مشكلة، يعني جاته في فيها مشكلة. يعني إحنا عندنا مشكلة أكبر من كده. وممكن الوزير إذا ما عارف أولويات وزارته، إحنا الآن نمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا جدا، هنالك ملفات فساد كبرى تلي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف متعلقة بالأوقاف. نحن كدولة سودانية عندنا أوقاف في السعودية، عندنا أوقاف في عدد من الدول. يجب على الوزير أن يهتم بهذا الملف وأن يعالج ويطهر الفساد الذي فيه، وأن يعيد لخزينة الدولة مليارات الدولارات المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا البخس الذي تستأجر به عمارات الأوقاف بأجرة غير أجرة المثل، يعني ليستفيد من الفارق في الأجرة، يعني أقوام آخرون يعني يعملون في دولاب الدولة. هنالك ملفات أهم، يعني هنالك أئمة المساجد الذين يتعاطى أحدهم أو المؤذن الذي يتعاطى راتب 300 جنيه أو الإمام الذي يتعاطى 1000 جنيه. ما سؤال لم أجب عليه؟ نعم. الانتخابات المبكرة، نحن نؤيد الانتخابات المبكرة حتى تأتينا بأناس مفوضين من قبل الشعب. نحن الآن السودان في مرحلة بتاع تصفية حسابات. نعم. يعني هناك أحزاب بأيديولوجيتها الخاصة
هي الآن يعني بتحاول تغير حتى المناهج الدراسية. الآن يعني في خطورة إنها تتغير و و و و و ولدينا الكثير. نعم. نحن يعني بنطالب بالانتخابات المبكرة دي، هذا هو الحل والمخرج الوحيد للأزمة السودانية الحالية. نعم. مع تقديرنا التام لدكتور حمدوك في مساعيه، ولكن لوحده لا يستطيع أن يعمل شيء. كان في هندسة إقليمية. طيب دكتور محمد علي، هل كل الشعب الذي خرج هو شعب يساري؟ هل كل الذين خرجوا في مظاهرات ديسمبر العظيمة هل كلهم يساريين؟ بالتأكيد. يعني أنا بس أعرف السؤال والكلام ده كتبته عندي بوسي اسمه صدمة وعي. قلت يا أخواننا الرشيد سعيد ولا غيره من الناس تجمع المهنيين دي، لما كان بيكتبوا بلغة الرندوك بيقول الناس تعالى أطلعوا، والناس اللي بيكتبوا فيه أو بيخاطبوا الناس في القنوات الفضائية، يا جماعة عليكم بموكب 25 ديسمبر لإلقاء قانون المواريث، عليكم بموكب ما عارف 17/1 عشان نلغي ما عارف قانون الزي الفاضح. كم واحد حيطلع؟ كم شخص كان حيطلع؟ عليهم أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال. إذا كانت جبالك الدعوات للخروج على النظام السابق ترفع رايات أيديولوجية وآيات فيها استفزاز لمشاعر الغالبية من هذا الشعب المسلم المحافظ، أنا باختصار داير أقول، وداير أقول برضو حاجة كده قال لي واحد من الكبار المعتقلين معانا في المعتقل، على اليسار أن يعلم شاءوا أم أبوا، الشعب السوداني أكبر حاضنة في الشرق الأوسط لمشروع الإسلام السياسي اللي بيسموه الإسلام السياسي، أكبر حاضنة. آخر انتخابات قامت في السودان فاز بها حزب الأمة ببرنامج الصحوة الإسلامية، اتحاد الديمقراطي برنامج الجمهورية الإسلامية، الجبهة الإسلامية القومية ومعروفة دي إسلامي، الثلاثة ديل. اليسار ده كله أو العلمانيين كلهم جوا. طيب هذه الثورة.